2022 اهلا بكم في حلقه جديده من تعرف تتكلم عربي. النهارده احنا في المغرب. هسالك سؤال ودي اختيارات، ما هي البلد العربيه الوحيده اللي ما فيهاش صحراء؟ هل هي الاردن ولا مصر ولا لبنان ولا سوريا؟ سوريا. لا، هي لبنان. ما هي اكبر دوله في افريقيا؟ هل هي مصر ام الجزائر ام المغرب ام جنوب افريقيا؟ جنوب افريقيا. لا، الجزائر. هسألك سؤال تاني. يلا تانو ما تركز، ركز يلا بسرعة، أنا تعبت من التركيز. Where are you from? I'm from Pakistan. Which country is the biggest in Africa? Is it Egypt or Algeria or Morocco or South Africa? I think Algeria. Bravo, bravo. Correct. لو ما جبتش دي صح هدي له هو الهداية، هدي له هو الجايز. الله ماشي. في كم مملكة في أفريقيا؟ يعني المغرب مملكة، في كم مملكة غيرهم بقى في أفريقيا؟ خمن، اديني أي رقم. خمسة. لا، هم ثلاثة بس. You're also from Pakistan? Yes, I'm from Pakistan. How many monarchies are in Africa? Like Morocco. Morocco is a monarchy. Option. Is it 5 or 3 or 7? It would be, I guess, 5. It's 3. المملكة المغربية وسواتيني. لا لا، سواتيني وليسوتو. حضرتك ليك في الكرة؟ شوية، نعم. ماشي خلاص، هندي حضرتك الكاس ده بما انك رياضي يعني. هدي الفتى الذهبي. الفتى الذهبي. الف مبروك. انا عايزك ترسمي لي على دي علم فلسطين. تعرفي ترسميه؟ برافو. دي الملكة نفرتيتي. اوكي، ده ماجنت بيتحط على الثلاجة، هتلزق في الثلاجة. حلوة؟ حلوة كتير. اتفضلي، الف مبروك. تعرف تقول لي 5 لعيبة اوروبيين انتقلوا للدوري السعودي في اخر فتره؟ Can you name 5 players that went from Europe to the Saudi Pro League recently? That is difficult for me. طبعا من بينهم رونالدو وبنزيما ونيمار. ايوه، وقول اثنين كمان بقى. بقى اثنين. في واحد كان بيلعب في ليفربول. ليفربول جنب صلاح. اسمراني. اسمراني ماني. ايوه، ساديو ماني. فاضل لك واحده كده. انت اشر لي على اللاعب وانا بعرف. طيب، كان مدافع سنغالي برضو كان بيلعب في تشيلسي، او حارس المرمى السنغالي اللي كان بيلعب في تشيلسي برضو، مدافع طويل كده. لا لا، بيبدا بحرف الكي. كانتي. لا اوكي، بس كانتي راح برضو يعني، كانتي تمشي برضو. انا كنت بتكلم على كوليبالي، بس كانتي تنفع برضو. مساء الخير. مساء الخير. اسم حضرتك ايه؟ محمد. انت بتبص في الورقه ليه؟ هسالك سؤال واديك اختيارات. What is the oldest capital in the world? Is it Cairo or Al-Rabat, Dimashq, Damascus or Tunis? كايرو؟ No, it's Damascus. دمشق. تفتكر يا حسام عزلوم هينجح في المهمة دي؟ لا. أوطى نقطة على كوكب الأرض موجودة في أنهي بلد؟ هل هي في جنوب أفريقيا ولا في الأردن ولا في نيجيريا؟ في الأردن. برافو برافو، سقفوله برافو، صح. إيلون ريجالو، أردن. إيلون ريجالو دي هيتو. اوه بص يا حروح ابو الهول ولا كان يو نيم ا فيموس ايجيبشن ديش؟ يا اي كان تراي اف يو جيف مي ا لايك ام نوت جيفينج يو اوبشنز اون ذس وان اي دونت نو. تقدر تقول لي كم مدينه عربيه في 30 سنه؟ 9. انت هتقول 10 ولا هتقول عليه كذاب وهو لازم يقول التسعه؟ كذاب. كذاب، بس ما ينفعش تقول اي مدن من المغرب. من بره المغرب، من بره بلدك. من بره بلدك. اه، 1 2 3. قول. دبي، الشارقة، عجمان، فجيرة، راس الخيمة، خيمة، الوارقة، الشارجة، الشارقة. مصر عاصمتها ايه؟ القاهرة. ماشي. ها، ايه تاني؟ كده فاضل لك واحدة. واحدة. لا ما تغششوش. واحدة. جدة. This one, this prize from Egypt, the pyramids and the Sphinx. Wow. It's for you. Thank you. Thank you. And yeah, say hi to Pakistan, I guess. What is the first Arabian country to host the World Cup? You should know this. Ya Allah. This is easy. Okay, you can give me the Morocco. No, it's Qatar. The last one. What? 2022, man. على حسب آخر إحصائيات لنسبة الجرائم في العالم. أأمن دولة في العالم هي اليابان ولا كوريا الجنوبية ولا قطر ولا الكاميرون؟ قطر. برافو، صح. تقدر تقول لي 10 لعيبة انتقلوا من الدوريات الأوروبية للدوري السعودي مؤخرا؟ كريستيانو. ماشي. واحد. بنزيما. اثنين.
بنزيما. ساعدوه يا جماعة ساعدوه. نيمار. نيمار. ماشي كده ثلاثة. بونو. بونو. ماشي كده أربعة. سكون. فيرمينو. خمسة. تعال تعال أقول أنت تعال أقول أنت تعال كم. فابينيو. فابينيو برافو. ماشي مين تاني كده خمسة. ستة ستة. كده ستة ماشي. في واحد أسمراني سنغالي. ماني. ماني. في اتنين تانيين من السنغال واحد مدافع وواحد حارس مرمى. كوليبالي. ماشي. في واحد راح من فولهام دايما بيعمل بيده كده. بروزوفيتش. ماشي فاضل واحد. كانتي برافو. ماشي ماشي اوكي. انا مش عارف ادي الجايزه لمين عشان ده كان مجهود جماعي. اديها له هو. موافقين اديها له. موافقين. طيب بس. الف مبروك. وانا خسرت واربح. لا استنى هديك انت حاجه برضه. تفضل. مش عاجبك هيشوف لك حاجه غيرها. مش عاجبك مالكش في الرياضه. طب انا هديك جايزه حلوه قوي. ماشي بس انا عايز تسقيفه جامده قوي لما اطلع الجايزه عشان دي جايزه غاليه. ماشي او غاليه عليا. بص يا سيدي التابوت ده انت ممكن تقلبه مقلمه وتعمل فيه اللي انت عايزه. بابا المصري. ها بص بيتفتح ازاي. ممكن تحط فيه بقى اللي انت عايزه. حلوة ده عاجبك. ده ده احلى من الميداليه. اه من مصر. ده تعرفوا ترسموا. انا هخلي اتنين منكم يرسموا تفاحه وحصان. الناس هي اللي تختار الرسمه الاحلى هو اللي هيكسب. ماشي دي التفاحه. ده الحصان. لا انت اكيد فاهم الحصان غلط. ده مش حصان. برافو خلاص خلاص ده كده كده كسبت. عادي عادي خير مفيش حاجه. اتفضل. تسيفه جامده بقى يا جماعه عشان جابها صح. برافو. مين فيكم يقدر يقول لي خمس لعيبه من الجزائر؟ انا. ماشي قول كده. بين السبعيني. ماشي. بين رحمه. ماشي. محرز. ماشي. بليلي. ماشي. حد يساعد. بلاش السؤال ده. قول لي 10 لعيبه في منتخب المغرب. قولوها مع بعض يلا. سايس. حكيم زياش. ماشي. اتنين. سيري. ماشي. تلاتة. بونو. اربعة. خمسة. رافل. ماشي كده سبعة. سجياج. عزين. وناحي. وناحي كده ده تسعة. امرابط. امرابط. لا امرابط قالوا. فاضل واحد. بونو. بونو قالوا. حمد الله. حمد الله. قلت السوري. حمد الله. لا ما قالش مزراوي. مزراوي برافو. اوكي ماشي. ندي الهدية بقى لمين انتوا اللي تكرروا. نديها له. طب سقفوا له يا جماعه. سقفوا له. سقفوا له. بص الهديه دي. ماشي ده الملك توت. حلو عاجبك ولا اديك حاجه ثانيه؟ حاجه ثانيه. مش عاجبك. طيب انت ليك في الرياضه صح؟ طيب خد يا سيدي الكاس ده. حلو ده؟ حلو. عاجبك ده؟ طيب صافي تمام مزيان. هات هات عشان القهوه بتاعتك ما تتدلقش. هات. الف مبروك. حلوه عاجبك؟ عارف عادل امام؟ عادل امام كان عارف. تعرف تقول لي افيه لعادل امام؟ فيلم. يا افيه لا يعني جمله. جمله لعادل امام. جمله شهيره لعادل امام. متعوده. ايوه متعوده. ايه متعوده؟ ايه متعوده دايما. متعوده في باريس. متعوده في دبي. اخر دوله في العالم تمنع تجاره العبيد هي امريكا ولا انجلترا ولا موريتانيا ولا كوت ديفوار؟ انجلترا. لا امريكا. لا برضه هي موريتانيا. ما هي الدولة العربية الوحيدة اللي ما فيهاش صحراء؟ هل هي الأردن ولا مصر ولا لبنان ولا سوريا؟ لبنان. سوريا. لا هي لبنان. اللي ماشي عمال يقول لك لبنان 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 عمال يزعق لبنان لبنان. ما هي أكبر دولة في أفريقيا؟ الجزائر. الجزائر برافو. امسك دي كده افتح افتحها افتحها. ألف مبروك. ماشي أنا عايز أكسبك أنت كمان فأسألك عشان دي آخر ميدالية معايا. في كام مملكة في أفريقيا؟ يعني المغرب مملكة. في كام واحدة تانية؟ لا 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 غلط غلط أنت بتغششه غلط. ثلاثة. هما ثلاثة إن توتال. هما غششوك بس ماشي هعديها. أنا هديك آخر هدية معايا هي ميدالية برضو زي اللي هو كسبها علشان ما تبقاش أنت ما كسبتش. هات هات الزبالة دي. ماشي. سلامتك. أنتوا جيتوا مصر قبل كده؟ لا بس هتنورونا إمتى؟ قبل أسبوعين كنت في مصر. قبل أسبوعين انبسطت؟ إيه نعم. رحت فين؟ الاسكندرية. انبسطت هناك؟ مشاركين في مهرجان بلانتاج. أهلا وسهلا. أنا سبت لك أحلى هدية عشان أنتِ تعبتي معانا في التصوير. عاجباكي؟ حلوة القطة دي. بص يا معلم عشان أنت اديتني هدية كانش ينفع ما اديلكش حاجة. حلو عاجبك؟ حلو. بتوع دول الراجل قال لي على أساميهم مليون مرة وكل مرة بنسى. بص عايز اديك الهدايا دي من مصر. ماشي. شكرا. وهدي الشباب برضو كل واحد واحد. تفضل. شكرا. تفضل. دي هديه من مصر بس هم قطعتين خلي بالك. Can you tell us a joke? Yeah, my friend is trying too much to lose weight. To lose the weight, yeah. And he can't. But he can't. That's not a joke.